خليك مثل فخر العرب محمد صلاح، حط لايك بالخمس ثواني القادمين. ليش محمد صلاح وليش فخر العرب هلا ذكرناه؟ لانه في بطوله جديده قادمه معنا على فورتنايت رح تكون جائزتها جائزه ايموت اسمه ارفع الكاس، وهذا الايموت رح تكون النغمه تبعه نغمه ليفربول او فريق الرسمي تبع ليفربول. وهلا كمان نحكي عن حزمه جديده كمان قادمه معنا ان شاء الله بعد عده اشهر، وشغله ثانيه قادمه معنا اللي هي سكنات كره القدم اللي كل الناس عم تسال عليها وعم تسال على سكنات هارلي كوينز امتى رح ينزل. سكن هارلي كوينز نزل هلا حاليا، بس كنات هدول الكرة كل الناس عم تسأل عليهم فعليا، رح يجوا معنا ان شاء الله، رح قلك امتى اوقات البطولة كيف تشارك فيها والحزمة امتى قادمة معنا ان شاء الله. فهلا والله بسكان الطابة الارضية وفيديو جديد. بالنسبة لهي البطولة يا شباب، انا مثل ما حكيت لكم هاي البطولة ان شاء الله قادمة معنا، رح تجي ان شاء الله معنا يوم 18 اغسطس، يعني يوم 18/8 رح تجي معنا بعد 3 ايام من تسجيل هذا الفيديو. هاي البطولة ان شاء الله رح تكون بطولة خاصة بليفربول، ولكن ليفربول مو راعيها ابدا. ما بعرف ليش شركة ايبك جيمز هيك كتبت على موقعها الرسمي انه ايبك جيمز نزلت هاي البطولة ونزلت رقصة ليفربول وكتبت انه هاي البطولة لليفربول، ولكن ليفربول ما دخلوا فيها ولا راعية ولا اي شيء، هيك كتبت شركة ايبك جيمز. مبدئيا خلينا هلا نقول على الاوقات. قبل ما نقول على الاوقات، كود دعم بالايتم شوب نيمو 9 بيسلم عليكم وبيقول لكم شكرا لكم على الدعم الخرافي بالنسبه له. وحاليا بالنسبه للاوقات يا شباب، الاوقات رح تكون الساعه 5 العصر للساعه 8 بالليل ان شاء الله 18/8/2020، من الساعه 5 العصر للساعه 8 بالليل. انا هيك حكيت لكم الوقت حاليا. وحاليا رح تكون هي البطوله ان شاء الله بنظام الثلاث اشخاص، ما حتكون بنظام السكواد، رح تكون بنظام الثلاث اشخاص، رح تكون ارينا ما حتكون عاديه، رح تلعبها كانك عم تلعب ارينا بالضبط. كيف تسجل فيها طيب يا نيمو؟ مبدئيا كيف تسجل فيها يا اخي؟ ما عليك تعمل اي شيء غير تفوت على اللعبه مثل ما حكينا يوم 18 ان شاء الله الساعه 5 بتوقيت السعوديه، وتفوت لهنيك وبتلاقيها موجوده بالكومبتيتيف او بتلاقيها بالبطولات يعني اللي ظاهر امامك. بتفوت لهنيك بتلاقيها شغال البطولة، بتحط على المود، بتختار المود اللي هو تبع ريس ذا كاب اللي هو الخاص بهي البطولة، وبتفوت بتلعب بس، خلص الموضوع هيك انت دخلت على اللعبة وشاركت. بس هلا بدي اقول لكم كمان كيف انت رح تحصل هي الرقصة، لانه في طريقة انك انت لازم تحصل هي الرقصة، مو انك انت تفوت تلعب وبس. مبدئيا كلياتنا بنعرف البطولات انه انت بتلعب 10 ايام فقط لا غير، ما بتقدر تضل عم تلعب بين الثلاث ساعات، بتلعب 10 ايام فقط لا غير. بالنسبة للنقاط رح اقول لك عن النقاط بعدين اقول لك كيف تجيب الرقصة. للنقاط، لما تربح الجيم تاخذ 6 نقاط، ولما تضل توب 2 رح تاخذ 3 نقاط، ولما تضل توب 3 لتوب 5 رح تاخذ 5 نقاط، ولما تضل من توب 6 لتوب 18 رح تاخذ نقطة واحدة، وكل قتلة مثل العادة عليها نقطة واحدة. هيك أنا بكون حكيت لكم كل شيء بالنسبة للنقاط وللوقت وكيف تشارك فيها. طب هلا بدي أقول لك أنت كيف رح تحصل هاي الرقصة يا شباب. لكل سيرفر فيه له شغلة معينة، رح أبتدي لكم إياها بالسيرفر الأوروبي. السيرفر الأوروبي لازم تطلع من أفضل 1000 لاعب، يعني أنت وفريقك بدك تضلوا عم تلعبوا وتجيبوا نقاط وتجيبوا كلات لحتى تطلع من أفضل 1000 لاعب. مجرد ما أنك أنت تطلع من أفضل 1000 لاعب بالسيرفر الأوروبي، هيك أنت رح تجيك الرقصة بشكل أوتوماتيكي وما حتعمل أي شيء. ولعلمكم هاي الرقصة رح تتوفر بالايتم شوب بعد فترة ب 200 في بوكس، ولكن لو انت حابب تلعب وتتسلى مع السكواد تبعك وتاخذها بشكل مجاني توفروا انتو 300 في بوكس كمان شغال. وبالنسبة للغرب الامريكي الشمالي لازم تضل من افضل 250 لاعب، وبالنسبة للسيرفر البرازيلي لازم تضل من افضل 250 لاعب، وبالنسبة للسيرفر الاسيا لازم تضل من افضل 125 لاعب، وبالنسبة للسيرفر اوقيانوسيا لازم تضل من افضل 125 لاعب، وبالنسبة لسيرفر الميدل ايست او الشرق الاوسط لازم تضل افضل 125 لاعب. ما في غير السيرفر الاوروبي لانك انت لازم تضل من افضل 1000 لاعب. السيرفر الاوروبي رح يكون هو من افضل الفرص حتى انت تحصل هاي الرقصة. الصراحة انا عم اقول لك انا بلعب على السيرفر الاوروبي رح يكون هو من افضل السيرفرات انك انت تحصل فيها هاي الرقصة، والميدل ايست رح يكون من اصعب السيرفرات اللي انت بتحصل فيها هاي الرقصة او تضل من توب ال 125، لانه في فرق رح تكون كتير معرقه ما شاء الله. في عنا بالميدل ايست لاعبين محترفين جدا، ورح يكون في تريو وفرق رح تكون معرقه جدا، 125 توب هاد رح يكون صعب. فرح العبها على السيرفر الاوروبي مثل ما انا بلعب بشكل طبيعي على السيرفر الاوروبي. هيك بنكون حكينا عن انت البطوله وكيف تشارك بالبطوله، وانت رح تضل توب قديش لحتى تحصل الرقصه، وبالوقت وكيف تفوت فيها من اللعبه، وهيك كل شيء انا حكيته بالنسبه للبطوله. محتاج اي شيء اكتب تحت بالتعليقات، التعليقات المهمه جدا اللي هي رح تكون اسئله مهمه جدا رح جاوب عليها مباشره بدغري اول ما اشوفها. وبالنسبه يا شباب هلا خلينا نحكي على شيء ثاني اللي هي حزمه الجوكر. كلياتنا بنعرف هارلي كوينز نزلت معنا بالايتم شوب، وباتمان نزل معنا بالايتم شوب، واكوامان وكل الشخصيات اللي انت بتعرفها من عالم مارفل وعالم دي سي وهذا العالم بشكل عام.
هلا حاليا سكن الجوكر كتير ناس اقترحوه من فترة قديمة جدا، وانا بتذكر هذا الكلام من ايام سيزون 7 و 8 و 9 وهالفترة هي كلياتها. انا بتذكر انه كتير ناس اقترحت سكن الجوكر، وكتير نزل اشياء انه ناس صممت سكن الجوكر وقالت للشركة نزلوا. ولكن حاليا رح تجي معنا حزمة جديدة باسم حزمة الجوكر. هاي الحزمة يا شباب رح تجي معنا بثلاث سكنات. رح لكم السكنات مبدئيا: سكن الجوكر، سكن مايدس المطور، وسكن ورق السماء. هيك اسمه بالعربي ورق السماء الصراحة. يعني سكن مايدس مثل مظهر امامك رح يكون متطور وكأنه لابس بدلة ايرون مان بالضبط، وسكن الجوكر ليكو ظاهر امامك، وسكن بنت السماء ظاهر امامك. هدول هن بالنسبة لثلاث سكنات، ولح يجي معهم 4 بيكاكس ولح يجي معهم 3 باك بلينك. يعني لح يجي معهم 4 بيكاكس و 3 باك بلينك، ولح يجي مع الحزمة 1000 في بوكس كمان، مو بدون في بوكس، لح تجي ب 1000 في بوكس. الصراحة الحزمة خرافية جدا جدا جدا. هاي من احلى الحزمات اللي شفتها انا الصراحه، بعد حزمه اللافا وبعد حزمه الشادو. الصراحه هذه الحزمه رح تكون حلوه لانه معها 1000 في بوكس ومعها 4 بيكاكس ومعها 3 باك بلينك وثلاث سكنات من احلى السكنات اللي معنا، اللي هن مايدس والجوكر. هاي الحزمه يا شباب رح تتوفر بسعر 30 دولار بيوم او شهر نوفمبر، رح تكون ب 17 نوفمبر، يعني بعد 3 اشهر ان شاء الله من تسجيل هذا المقطع. هاي من قبل 3 اشهر، يعني انت لو كل شهر بتجمع 10 دولار رح تجيب حق الحزمه وانت وضعك مبسوط وتمام. لو انت كل يوم بتجمع دولار واحد من هون لهذيك الفتره بتقدر تجيب الحزمه. هلا ما عاد عندكم حجه لحتى تشتروا هاي الحزمه، قبل ب 3 اشهر قلت لكم عن موعد صدور هاي الحزمه. طبعا اذا شركة ايبك جيمز غيرت الموضوع انا ما دخلني طبعا بالاوقات، فانا هيك هلا قلت لك هاي الحزمة وانت قادمة وشو معها وشو معها اشياء. بالنسبة لسكنات الكرة اللي كل الناس عم تسأل عليها، هدول سكنات نزلوا في فترة الورد كاب او وقت كأس العالم. هدول يا شباب السكنات متوقع بنسبة 70% يجوا معنا وقت بطولة ليفربول. ليفربول رح تجي يوم 18 اغسطس، يعني هدول رح يجوا معنا السكنات يوم 18 اغسطس، لانه هي البطولة رح تكون من بطولة من انواع الرياضات اللي هي كرة القدم. وليش حشروا ليفربول شركة ايبك جيمز ما كنت افهم، مع انه ليفربول كاتبين انه نحن ما دخلنا بهاي البطولة، وشركة ايبك جيمز كاتبة انه نحن ما دخلنا بهاي البطولة، انه ليفربول يعني ما دخل بهاي البطولة. ما كنت افهم شو حشر ليفربول بالموضوع. فهدول السكنات تقريبا قادمين معنا هن حشروا ليفربول بالموضوع مشان ينزلوا سكنات كرة قدم، وانه مو بس على الورد كاب على كأس العالم، لا هلا عنا مناسبة كرة قدم فلح ننزل هدول السكنات. هدول السكنات يا شباب كتير ناس عم تسأل عليهم، قادمين معنا بنسبة 70%. فلو انت حابب تشتريهم وفر في بوكس 3 ايام لحتى ينزل وقت البطولة. نزل ايتم شوب فيهم نزل، ما نزل بقى خلاص هدول ما عم تنزلوا غير على الورد كاب او على كأس العالم الخاص بتبع كرة القدم. تمام، لحد الان هيك بنكون حكينا كل شيء بالنسبة للبطولة، وحكينا بالنسبة لسكن الجوكر ومادس وهي الحزمة الجديدة وسكنات كرة القدم. كود دعم بالايتم شوب كمان برد بسلم عليكم نيمو 9 لو حابين تستخدموه، واشتراك وتفعيل الزر والقصص الحلوه. شكرا لكم كلياتكم على الدعم وبرعايه الله.